هناك مشكلة تحدث، وهي الخلط بين مستويات تفاصيل المقتل الحسيني، وهذه التفاصيل بعضها يثير السؤال. طيب مثلا يجي يقول لك أن الآن لما الشمر لعنة الله عليه كان ينحر الحسين عليه السلام، كان الحسين يقول أأقتل وأنا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام؟ طيب أأقتل عطشانا وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ فيجي واحد يسأل، طيب هذا الكلام هل نقله الحسين لو نقله الشمر؟ إذا نقله الحسين، الحسين استشهد بعد ذلك، فلمن نقله؟ وإذا شمر نقله، شمر مو عادة أن ينقل مثل هذه الأمور، على أنه هو أيضا لا يوثق بنقله. والجواب على ذلك أن هذا مما نقله المعصومون عليهم السلام. هذه الحوارات الداخلية الخاصة كثير منها إنما نقلها أهل البيت عليهم السلام، وهم أخبروا بذلك بعلمهم الموجود عندهم. يعني عندما يكون الإمام السجاد عليه السلام هو الذي نقل شيئا خاصا، لا معنى لأن يتساءل من الذي نقل له ذلك. وكذلك الإمام الباقر عندما ينقل ما دار مثلا بين الحسين وبين زينب، بين الحسين وبين أبي الفضل العباس، بين الحسين وبين شمر، بين الحسين وبين سائر الأصحاب، هذا ركز عليه أئمة الهدى عليهم السلام لكي ينقلوا صورة عن المقتل الحسيني وتفاصيل، ووصلت إلينا بواسطة هؤلاء المعصومين. وهذا يشبه كثير ما نجده مثلا في مناجات الأئمة عليهم السلام لخالقهم. بعض الأدعية الإمام عليه السلام يقولها في جمع من الناس، بعض الأدعية وكثير منها يناجي ربه بينه وبين ربه. زين، من الذي نقل لنا هذا؟ هو نفسه الإمام عليه السلام، أو الإمام التالي ينقل عنه أنه حصل كذا وكذا. احنا نشوف الإمام الرضا عليه السلام وهو متأخر بحسب الزمان حوالي 140 سنة عن مقتل الحسين عليه السلام. الإمام الحسين سنة 161، الإمام الرضا شهادته سنة 203. طيب فحوالي 140 سنة تأخرت شهادته عنه، مع ذلك كثير من التفاصيل حول مقتل الحسين عليه السلام الإمام الرضا ينقلها. فمن هذه الجهة ينبغي أن لا يكون هناك إشكال في هذه الجهة أبدا. وأنا أركز على قضية عدم الخلط بين المستويات الثلاثة التي ذكرتها في أول الأمر. بعض هذه المستويات بالفعل قد لا يكون لها سند دقيق وصحيح، وقد يكون فيها شيء من التساؤل. طيب قد يكون فيها شيء من الإثارة عند البعض، لكن هذه مو هي بنية المقتل الحسيني، وإنما هذه في تفاصيل وفي أمور لا ترتبط به أصل المقتل وقضاياه المتعددة.